الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في الباب 74، باب الحلم والأناة والرفق، قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات العظيمة في مقدمة هذا الباب، وهو باب الحلم والأناة والرفق. والحلم والأناة والرفق معانيها متقاربة، فالحلم ضده الغضب والمعاجلة بالعقوبة، والأناة ضد العجلة، والرفق هو ضد العنف. وهذه الأخلاق الثلاثة من أعظم الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، فإن لم تكن فيه جبلة فليتكسبها تكسبا لما فيها من الخير العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث والآيات في فضل هذه الأخلاق العظيمة، منها قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهذه الآية جاءت في سياق ذكر أهل الجنة وصفاتهم. قال سبحانه وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآيات. فإذا هذه الآية جاءت في معرض ذكر أهل الجنة وصفات أهل الجنة، فمن صفاتهم أنهم يكظمون الغيظ. وهنا في قوله سبحانه وتعالى: كظم الغيظ، قال: والكاظمين الغيظ، فيه دلالة على أن المسألة تحتاج إلى مصابرة، لأن الأمر ليس بالأمر السهل، فالكظم يحتاج إلى شدة، يحتاج إلى مصابرة، ومن يتصبر يصبره الله. وهذه من أعظم الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها، وهي كظم الغيظ. ولذلك من يعني اتصف بهذه الصفة العظيمة فقد اتصف بخير عظيم. قال: والعافين عن الناس، وقد تكلمنا في الجلسات السابقة عن مسألة العفو، وأن العفو ليس على إطلاقه، وإنما العفو يكون عندما يكون العفو فيه إصلاح، فإن لم يكن في العفو إصلاح فإن الأفضل عدم العفو من أجل الزجر والتأديب. قال: خذ، وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية قال بعض العلم هي أجمع آية في الأداب والأخلاق. قال سبحانه: خذ العفو، والمراد بقوله سبحانه وتعالى خذ العفو يعني خذ ما تيسر من أخلاق الناس، لأن الناس تختلف أطباعهم، تختلف أخلاقهم، فذاك يكون هادي المزاج وذاك سيء الطباع، وهكذا يختلفون الناس، فأنت تتعامل مع الناس على حسب أحوالهم وطبائعهم وأخلاقهم، وتأخذ ما تيسر من ذلك، فلا تطلب كامل الحق، لأن طلب كمال الأمر قد يتسبب في فقدانه كله. فعلى المسلم أن يعني يتساهل في بعض الأمور، وأن يستعمل التغاضي والتغافل حتى يعني يمتثل هذه الآية: خذ العفو، يعني خذ ما تيسر من أخلاق الناس، ولا يعني تشدد في ذلك، لأن الناس تختلف أطباعهم وأخلاقهم. وأمر بالعرف، والعرف هو كل معروف، سواء كان هذا المعروف منصوصا عليه في الشريعة
أو كان هذا العرف مما تعارف عليه الناس مما لم تنكره الشريعة. وأعرض عن الجاهلين. الإعراض عن الجاهلين ليس المراد بالجاهلين هنا الجهل الذي هو ضد العلم، وإنما المراد بالجهل هنا السفاهة، يعني أعرض عن السفهاء، لا تلتفت إليهم. وإذا جادلت السفيه أو رددت على السفيه فإن هذا يرفع من مقامه وينزل من مقامك. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالإعراض عن الجاهلين، وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهنا قال سبحانه وتعالى وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية آية عظيمة جمعت محاسن الأخلاق كلها. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه من أعظم الآيات. السيئة ادفعها بالحسنة، ومن جرب عرف. ادفع السيئة بالحسنة فإن هذا الذي يعاديك وتعاديه سينقلب وليا حميما. ولكن هذه المنقبة العظيمة لا يحصلها إلا من صبر. المسألة ليست سهلة. دفع السيئة بالحسنة ليست بالأمر الهين، وإنما يلقاها الصابر. ومن أعطي الحظ العظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك من الأمثلة إذا كان بينك وبين شخص عداوة ثم بادلته بالسلام والاحترام وكررت عليه ذلك، فإنه ولا بد مع مرور الوقت ومرور الزمن لا بد أن يلين قلبه ولا بد أن يرجع إلى صوابه. والسبب في ذلك ما هو؟ أنك دفعت السيئة بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة ليس مجرد اختلاف، عداوة كأنه ولي حميم، ولكن ما يلقاها كما قال سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. انظر، صبر على الأذى وغفر الخطيئة، لا يفعل هذا إلا من أعطي عزم الأمر، وهذا يدل على حزمه على نفسه، يدل على حزمه على نفسه، لأن النفس في الغالب تدعو إلى الانتقام، هذا هو الغالب. ولكن إذا حزمت مع نفسك وأمرت هذه النفس بأن ترضخ إلى العفو وإلى الصبر وإلى الغفران فإن هذا يدل على حزمك مع نفسك، وهذا من عزم الأمور، ومدح الله سبحانه وتعالى من فعل هذا الفعل. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. رواه مسلم. وهذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل أشج عبد قيس، أن فيه خصلتين يحبهما الله ورسوله. وأي منقبة أعظم من هذه المنقبة؟ ولذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس هذا الحديث قال له يعني هل جبلني الله عليها أم تكسبت وتكسبنا، وكما قال رضي الله عنه فقال بل جبلك الله عليها، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. فالله عز وجل يحب من العبد أن يكون حليما وأن يكون ذا أناة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. فهذه الحديث الثلاثة كلها تبين فضيلة الرفق، وأن الله رفيق ويحب الرفق، والرفق في مكانه محمود، والأناة في محلها محمودة، والحلم في محله محمود. ولكن الخلط عند بعض الناس أنه قد يستعمل الحلم في غير مكانه، ويستعمل الأناة في غير مكانها، ويستعمل الرفق في غير مكانه. نعم، الأصل في التعامل الحلم والأناة والرفق، ولكن لا يكون ذلك في كل الأحوال،
فببعض الأحوال يكون الغضب أعظم ويكون وتكون الشدة أفضل على حسب الأحوال. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما في قامة الحدود والزانية والزاني فاجددوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فهنا الله سبحانه وتعالى أمر بعدم الرأفة في إقامة الحد. ومثلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى معصية فإنه قد يغضب غضبا شديدا ويعرف ذلك في وجهه بل قد يعرف في فعله، كما فعل صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا قد لبس خاتم من حديد فنزعه منه نزعا، وهذا تعامل بشدة. فإذا المسألة يقال فيها أن الأصل أن التعامل بالرفق والأناة والحلم هو الأصل، ولكن قد يخالف المرء الأصل على حسب المصلحة. إذا اقتضى الأمر أن يكون هناك شدة فإنها تكون أفضل. ومثالها الرد على المخالفين الذين يخالفون السنة، فهؤلاء مأمور العبد بأن يتعامل معهم بالشدة والغلظة مراعاة للمصلحة وصيانة للشريعة، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال واغلظ عليهم، والذي يخالف السنة فيه شبه من أهل النفاق وإن لم يكن هو منافقا خالصا، ولكن فيه شبه منه فيغلظ عليه بمقدار مخالفة للسنة ومعارضته للوحي، وكل ذلك من باب الصيانة للشريعة. فهنا الحديث قال إن الله رفيق يحب الرفق، ويكفي في الرفق في فضيلة أن الله يحبه، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وكل هذه الأحاديث تدل على فضيلة هذا الأمر العظيم. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.